عند شعور بأي تعب أو إرهاق أو وجع رأس، دائماً الحل لدينا هو تناول مسكنات الألم. هل هذا صحيح؟ وهل فعلاً يمكننا تناول مسكنات الألم في أي وقت؟ حذر باحثون في مركز أبحاث مستشفى مونتريال الجامعي الكندي من تناول جرعات عالية من مسكنات الألم، وذلك لأنها قد تصيب الشخص بنوبات قلبية. كل ما يخص مسكنات الألم ستجيبنا عليها اليوم الدكتورة لين صقر. صباح الخير لك دكتورة لين. صباح الورد. أهلا وسهلا فيك. في البداية، ما هي أهم الممارسات الخاطئة التي يمارسها الناس ويتعاملون فيها مع المسكنات بشكل خاطئ؟ هلأ بالنسبة لموضوع المسكنات، مسكنات الألم هو موضوع واسع جداً، بس نحن بطبيعة الحال لما بدنا نحكي عن المسكنات الأكثر شيوعاً استخدام بين الناس، فنحن عادةً عم نحكي مش عن المسكنات اللي تتطلب وصفات طبية معينة، عم نحكي عن الأدوية مثيلة البنادول، مثيلة البولترين، الفولتفاست، الأيبوبروفين. أخطاء شائعة كتير تنتشر بين الناس باستخدام هاي الأدوية، أهمها سواء إنه إذا الواحد مثلاً ما مشي معه مفعول الدواء بيكرر الجرعة، أخذ الأدوية بدون استشارة طبية إذا المريض عنده أمراض سابقة، ممكن يكون في أخطاء بتخزين الأدوية. في خطأ شائع كتير بمجتمعنا إنه مثلاً إذا في حدا بياخد دواء معين وهذا الدواء مشي معه لآلام معينة، بروح بوصفه لأخوه لأخته لصاحبه بقول له هاي مشي معي الدواء جرب الدواء بدون استشارة طبية، وهذا طبعا شيء خاطئ جدا. كثير من الناس كمان بتاخذ الأدوية بطريقة خاطئة، سواء بعد الأكل قبل الأكل، كل دواء له طريقة معينة لازم يتاخذ فيها الدواء، عدم الرجوع للرشدة الطبية للمعلومات المكتوبة مع كل دواء. هاي من الأخطاء الشائعة اللي بنشوفها بيمارسها البعض عند أخذ الأدوية أو المسكنات، وغالباً المسكنات اللي هي البنادول، الفولترين، فولتفاس، أيبوبروفين. فمن برضو من الأخطاء الشائعة اللي هو ميكس، اللي هو خلط مجموعة من الأدوية مع بعض، يعني أنا مثلاً هذا الدواء ما جاوب معي الله بأخذ الدواء اللي بعده على طول، هاي برضو من الأخطاء الشائعة بشكل عام. نعم، فيما يخص يعني التركيبة الدوائية أحياناً لبعضها إن كان فيها باراسيتامول أو فيها أنواع أخرى من المسكنات، هل بالضرورة أن يتجاوب كل شخص فيها بنفس الطريقة وبنفس النسبة؟ وما الذي يميز تجاوب شخص عن شخص آخر فيما يخص المسكنات تحديداً؟ هذا طبعاً الجواب لا، كل شخص بيختلف عن أي شخص ثاني بالتجاوب للأدوية. كل ألم يختلف عن ألم ثاني، يعني أنا ألم الوجع الرأس بجاوب مع البنادول أكثر مثلا من ألام الأخرى، ألام الأسنان تجاوب أكثر مع الفولترين والأيبوبروفين، ومن شخص لشخص كمان تختلف، يعني شخص معين حبتين بنادول بياخذهم بروح وجع رأسه، شخص آخر بيضطر إنه يكرر الجرعة بعد 4 ساعات. فالعوامل هي عوامل غير معروفة، بس في اختلاف طبيعة أجسام واختلاف ريسبونس للدواء من جسم الإنسان، هي بطبيعة الحال غير معروفة إيش هاي العوامل، ولكن نعم في اختلاف ملحوظ جدا باستجابة كل شخص للدواء عن شخص آخر. إلى أي مدى ممكن أن نميز فكرة أن يكون هناك نوع من الحساسية في تركيبة الدواء نفسه؟ وإلى أي مدى يعني هل المسكنات بشكل عام من الأفضل أن تكون وفق استشارة الطبيب، ولا متى من الممكن أن نشعر بالأمان تجاه أخذ مسكنات معينة أو اختبارها على الأقل كونها بتكون يعني جديدة علينا؟ هلأ بشكل عام الأدوية المسكنات البسيطة اللي هي بتنشر من الصيدلية بدون وصفة طبية، بطبيعة الحال هي غير بحاجة لوصفة طبية من طبيب، عشان هيك بتنباع بنسميها over the counter، يعني بتنباع بالصيدليات بدون وصفة طبية. فهذا يعني إنه الشخص المريض المصاب بألم على قدرة إنه يأخذ هاي الأدوية بدون استشارة طبية، ولكن في حالات معينة المريض اللي عنده أمراض كلى، أمراض قلب، الربو، هذا الشخص هو الشخص اللي بحاجة مراجعة طبيب لأي دواء بده ياخده، سواء كان هذا الدواء بحاجة وصفة طبية أو غير أو مش بحاجة وصفة طبية. في معلومات عامة برأيي، يعني الشعب بشكل عام لازم يكون على دراية بهذا الموضوع، لازم يكون في ثقافة يعني بهذا الموضوع. أمراض الكلى لازم الواحد يدير باله، أمراض الكبد لازم الواحد يدير باله شو بياخذ أدوية سواء مسكنات أو غير مسكنات. بالنسبة للحساسيات لازم يكون الشاب على دراية لما ياخذ الايبوبروفين او ياخذ الدولاراز او اي مركب اللي هو الانس ايد، لازم يكون في يدير باله من الادوية اللي هي فيها تركيبة الانس ايدز، الايبوبروفين، الفورتكس، الفولتفاست،
ولكن نعم يعني برجع بحكي لك إنه الناس بتاخذ المسكنات بدون الرجوع لطبيب. لازم الواحد يعني يكون يدير باله بهذا الموضوع. نعم. إذا هو عارف عنده أمراض سابقة لازم يكون على أكثر حرصاً أكثر على بهذا الموضوع. نعم. بالمسكنات والأدوية الأخرى. نعم دكتورة لين، عندما نتحدث أيضاً عن المسكنات يعني في أنواع أوجاع مختلفة، وجع الأسنان غير وجع الأعضاء الداخلية، غير الجروح مثلاً الحروق، هل المسكنات تختلف بتأثيرها على العضو أو وين المرض أو وين الوجع، وكيف ممكن أن يعرف الإنسان شو المسكن المناسب؟ هلا بشكل عام بعرف البنادول او الباراسيتامول، تركيبه الباراسيتامول هي بتجاوب احسن مع اوجاع الراس مثلا فور اكزامبل، ولكن الايبوبروفين والفولترين تنعرف اكثر انها بتجاوب اكثر مع الاسنان مع الام المفاصل. يعني هو نعم كل دواء بيختلف تاثيره على الجسم، بجاوب لا أوجاع معينة أكثر من دواء آخر. يعني أنا مالي عم بقارن باراسيتامول والإنسيد مع بعض، اللي هو زي ما نحكي البنادول والفولترين مع بعض، البنادول والبروفين مع بعض. فنعم عادة الصداع يفضل إنه الواحد يأخذ الباراسيتامول أو البنادول، وبالنسبة لأوجاع الأسنان مثلا اللي هو وجع كتير كومن وكتير وارد منشوفه، أفضل إنه الواحد يأخذ تركيبة إنسيد إن كان المريض ما عنده لا أمراض كلى ولا أمراض قلب ولا الربو. نعم. بشكل عام يعني عندما نتحدث عن التركيبة الكيميائية بالمجمل، هل يكون هناك في عوامل مشتركة بينها بين المسكنات بشكل عام واختلافات بسيطة؟ هي لا، ما فينا نحكي هي اختلافات بسيطة. مسكنات الألم هي طبيعة عملها بشكل عام بتختلف من دواء لدواء، هي بالأخير مسكنات. ولكن عندي برجع بكرر البنادول تركيبته باراسيتامول تختلف تماما عن البروفين، تختلف تماما عن الدولاراز اللي هي تركيبته NSAID. عشان هيك لكل دواء عندي اثار جانبيه مختلفه عن الدواء الاخر، لكل دواء عندي indications او اللي هو سبب ليش الواحد ممكن ياخذه تختلف عن الدواء الاخر. فهي تركيبه الادويه مختلفه، وعشان هيك لازم يكون في حرص من المريض شو الدواء اللي هو بده ياخذه، خصوصا اذا هو صاحب امراض سابقه. ما هي الاثار الجانبيه لكثره استخدام المسكنات برايك؟ هلا لكل تركيبة تختلف شو الآثار الجانبية. مثلا أنا عندي البنادول إذا زادت الجرعة عن الجرعة المسموحة ممكن يأثر على الكبد. في للفولترين أو البروفين أكثر إشي الأضرار اللي بنسمع فيها، اللي هي بنسمع فيها الناس اللي هي الأضرار، الكلى يؤثر على الكلى، يؤثر على القلب، يؤثر على المعدة. يعني إذا مريض عنده اللي هو الوجع بالمعدة أو تقرحات بالمعدة، ممنوع عليه منعا باتا ياخذ أي تركيبة NSAID اللي هي البروفين والدولاراز. ولكن من الاثار الجانبيه اللي الناس ما بتاخذها بعين الاعتبار، مثلا اللي بياخذوا بنادول بشكل متكرر متكرر متكرر، هذا شيء يمكن مش كثير ناس بتعرفه. في عندي اوجاع الام بالراس هي يسببها كثره اخذ الادويه. يعني المريض بصير سبب الوجع الراس عنده هو اللي هو انه بضل ياخذ الدواء. فالدواء ممكن نفسه هو يسبب لي الموضوع الهدف، ممكن هو يسبب لي وجع الام الراس. ولكن يعني هاي شيء مش شيء بيختلف من شخص لاخر، ولكن بشكل عام السايد افكتس اللي نحن بنحكي عنها اللي هي تتعلق بالكبد وبالكلى وبالقلب بالقصبات الهوائيه لمرضى الربو، فهدول المرضى هم اكثر ناس لازم يعني الموضوع حساس جدا بالنسبه لهم موضوع اخذ المسكنات. نعم دكتوره لين، سريعا دمج مسكنين مع بعض، هل من الممكن ان يكون هناك ايضا من ضمنه اثار جانبيه؟ وهل ممكن يوصل الواحد لمرحله انه يبطل ياثر فيه المسكن بس بصوره اقل من 30 ثانيه اذا سمحت؟ تمام. هلا بالنسبه لدمج المسكنات، طبعا اذا المريض اصلا يعاني من الم يضطر لدمج المسكنات، من الافضل مراجعه الطبيب. دمج المسكنات خطأ جدا، خصوصا انه المريض ممكن يكون عم بيدمج تركيبه مشابهه للدواء، فيكون قاعد عم بيتعدى بيعمل اوفر دوز، بيتعدى الجرعه المناسبه. بالنسبه للتوليرنس او انه يتعود الجسم، تختلف من دواء لدواء. لما نحكي عن الادويه اللي هي بغير وصفات طبيه، عاده لا تسبب التوليرنس او التعود، ولكن نعم كل مسكن الم الى ديجري معينه يسبب التعود. نعم. وعدم الاستجابه، وبيضطر المريض يصير يزيد الجرعه. لين صقر الدكتوره الطبيب العام، شكرا لوجودك معنا اليوم، صباح الخير.